من قدر أخوه وعاش بجنون في جوف ليلة والظنون 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 إنسان يبقى هو الإنسان يبقى هو الإنسان صفك وينصرك ويكون لك ولا يكون سام خليك معه دائما واللي بدلك في المناوبة أكدي عليه باللي نبهت فيه إن شاء الله دكتور ها كيف العم الحين نواف انا جالس اسالك طلبت منك انك لا تخليه يتاخر على المراجعه عاف والله عاف بس انت تعرفه كيف سعد هذا عمي عمه وانت تعرف زين ايش يعنيني عارف والله العظيم عارف بس انت تعرف عن هذا زين انا اسف بس طمني علي انا اللي اسف نرفزت عليك شوي طمن هو بخير وقوي كالعادة بس قول له من ينهض لا يفكر يخرج من المستشفى من غير إذن وأنا جالس له هنا الليلة إلى متى أظل أسألك إيش اللي مضايقنك أنت عارف إيش اللي شاغلني مضايقني زايد موضوع البيت بعدك تشوفين اني ضعيف الشخصيه
أنا ما قصدت هذا المعنى لما... حتى لو كنت تقصدي، المرض بحد ذاته ضعف، فما بالك بمرض الواحد ما عارف إيش نهايته. من وإحنا صغار وإنت كبيرنا، ما حد منا كان يقدر يرفع راسه قدامك، حتى زايد نفسه كان يحسب لك ألف حساب. أنا استغرب كيف انقلبت الموازين، ويا ترى من السبب؟ ما قد هو السبب، ولا تريدين أذكرك ليش كان يسوي ماجد؟ ما أريد أسمع حتى اسمه، يكفي يا راشد. أنا أسألك عن تغييرك أنت بعد الهيبة والكلمة اللي ما تنرد، الحين يدوب نسمع حسك؟ أنا كنت مريض، مريض. كم مرة أقولكم إياها عشان تصدقوها؟ كنت يا أخوي، والحين؟ الحين اطمني، أنا بخير وغير، ومن يدري يمكن يكون بعد ما قد غير. بس الأكيد إنه زايد مثل ما هو. بيتنا آخر رمز لعائلتنا، واللي فيه كل ذكرياتنا بحلوها ومرها، يريد يبيعها؟ لا، أنا ما ممكن أوافق. لا، هذه راح نقولها أنا وأنت لزايد لما يرجع من السفر. صدقيني، هذا اللي بيصير. اكره يوم تقول لي ماشي يا سيدي. هذا في رصيد رايح رايح عمران هند، ما احد غير شيء. ما منحوس البر. قيصر، بالله عليك عندك قيصر وتروح تتصلح على قيصر؟ يا قيصر يا قيصر، بس الله يخليك لا تقولنا تعذر. ايش رد المنحوس بعد؟ ايوه عمران خير. لا يفوتك نص عمرك. انت وين؟ قول ايش عندك، راسي ما فاضي لك. افا افا يا قيصر، يا اخي كأنك ما طايقني. انا ما طايق حتى نفسي، يلا يخلص. وانا اصلا ليش متصل يا الحبيب؟ ليش متصل الا اني عشان انسيك همومك واخليك مرتاح؟ اسمع اسمع قيصر، عندي حالك اليوم جلسة مزاج ترتب لك حياتك وتنسيك هموم العالم وتخليك فوق السحاب، ومن غيرنا خلي جلساتك التافهة هذه لنفسك ودور على شخص ثاني يصرف عليك. يلا لا لا لا، انا ما منحوس اليوم. لا، من انا منحوس؟ انا بوجهي، من متصبح اليوم؟ اكيد بوجهي. جاك الخير يا الذيب، جاك. هلا هند، مرة ثانية يوم تريد تسكر جهازك خبريني. طيب طيب، أنا أريد فلوس. إن شاء الله إن شاء الله جاي. قاعد
بقاك الخير يا الذيب، بقاك الخير يا الذيب، بقاك الخير يا الذيب. عشنا وشفنا، هذا شيء ما يخصش وهذا شيء ما ينفعك. اصحي يا هند ولا تجبريني اقول للعمه. هي لا تجلسي تهدديني، اذا خبرتيها بيكون اخر يوم ما بيني وبينك. يا هند هذا واضح انه يستغلك، واخوانك اولى بهذه الفلوس. طيب اقنعيني، كيف هو غني وياخذ من عندك فلوس؟ اكيد عنده ظروف وبيرجعهم بعدين وبزياده بعد. انت تضحك على نفسك ولا على من؟ ليش انت ما صار وخدتي مني؟ الحين انا وهو واحد؟ انت كيف تفكري؟ انت اللي جاء الوقت علشان تراجعي فيه نفسك وتفهمي هذه الحياة. انت وين عايشة؟ بالمدينة الفاضلة؟ خير يا بنات؟ بينكم شيء؟ لا لا ما في شيء. سريع. لا طال عمرك ما في شيء. غلفت الهدية؟ اي طال عمرك تفضلي. زين انا طالعة، ديروا بالكم على المحل واذا صار اي شيء كلموني. ان شاء الله طال عمرك. ركز على المضمون احسن لي. لا 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 أحسن أروح وأجي له في وقت ثاني.
السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا بالغالية. معقولة؟ طبعا معقولة. هذا أنا قدامك. أهلا وسهلا. زارتنا البركة اليوم. الله يبارك فيك ويخليك. تفضلي. وانتي ما تيجي وإيدك فاضية؟ ما كان له لزوم. هذا شيء بسيط. انتي مثل الأخت يا سلمى. وبالعكس هذا أقل من مقامك. في الحقيقة أنا أريد منك خدمة مهمة. بالأول شكرا على الهدية، وثانيا آمريني ما يردك غير لسانك. الحقيقة ما أدري من وين أبدأ، بس لو ما الموضوع مهم ما كنت جيتك. آمريني يا الغالية، واللي مثلك ما ينرد. بغيت شوية معلومات عن الدكتور نواف اللي يشتغل في المستشفى. ها؟ تأكدي يا سلمى، لولا عشمي فيكي ما كنت جيتك. لا، من حقهم تسألون عنه ما دام الموضوع فيها نسب وزواج. حتى لو كان خطبة السؤال واجب بعد. دكتور نواف بن عبد الله بن عبد الكريم عبد الله. معقولة هذه شقة الرجال اللي صليت معه؟ لكن كيف أنا فاتني أسأله عن اسمه؟ لا لا لا، بهدلة الشوارع أرحم. فيصل؟ أنت هنا؟ أيوة. جبت معي عشاء، ايش رايك؟ لا شكرا، انا بروح. وين تروح؟ تعال تعال اجلس وانا بفهمك. ايش كان يريد منك الشرطة؟ ومن قال لك ان ديلك شرطة؟ افراد الشرطة أرقى في تعاملهم. في الحقيقة ذيلاك رجال يشتغلوا عند شريكي في المؤسسة، وأنا هو بيننا شوية خلافات اليومين. رحت وتفاهمنا والأمور طيبة.
شكلك لا مصدق ولا مقتنع. بصراحة أيوة أنا ما مقتنع. أشكرك على صراحتك، والظاهر أن الصورة الزينة اللي كونتها عني تغيرت. بعد اللي صار وبعد ما جيت هنا. أيوة أنا حاولت أوضح لك قدر الإمكان اللي صار. القرار عندك الحين، يا تروح يا تجلس، الخيار لك. بعدك ما اخترت؟ خيرني، وانت عارف ظرف خروجي من البيت. تعرف انا اليوم اكتشفت ان ما عندي اصدقاء. طول الوقت اسمع كلام امي على حساب رضا ابوي او العكس. انا بجلس عندك علشان اعرف وش اللي يصير معك. وتعتقد انك بتعرف اللي يصير معي في يوم وليله؟ من انت ومن اسمك وين تشتغل؟ انا اشتغل اعمال حره وعندي اهتماماتي العلميه الادبيه والفنيه. واضح اهتماماتك في كل مكان في الشقه. وكملت دراستي في الخارج واشتغلت هناك لسنوات عديدة. أنا اسمي ماجد. ماجد؟ على اسم عمي. أنا عمك ماجد يا قيصر. هذه ولا في الأفلام. معقولة؟ أنت الأناني والوصولي واللي الكل يكرهه وينفروا منه وما يريدوا حتى يشوفوه. أنا كل هذا وممكن أكثر. هذا الشيء يقرره اللي يتعامل معي، اللي يسمعني ويحاورني ويعيش معي. تقصدني أنا؟ أنا احترت بين وجهين شفتهم فيك، وبتظل في هذه الحيرة حتى توصل للحقيقة. طيب قول لي واختصر المسافة. لا يا قيصر، لا. أنت سمعت عني وصدقت، ويمكن تسمع مني وخليك تصدق. لا يا قيصر، الحقيقة لازم تدركها بنفسك، بعقلك وحواسك. Thank you.
كلمت أمك؟ أمي؟ ليش؟ ليش بعد؟ لأنها أمك وأكيد هي الحين مشغولة عليك. أمي؟ أمي ما من هذا الكلام غير صحيح. أمك يا قيصر حالها حال أي أم، حملت وربت وتعبت وسهرت، ومهما صار هي في النهاية أم. يلا اتصل فيها وطمنها أنك بخير، وقولها أنك مع واحد من أصدقائك. على وين؟ بروح أنا باكر، وراي مشاوير كثيرة. أنا محضر لك غرفة النوم. اصبح نكمل. لا تنسى تكلم والدتك. إن شاء الله. أما أصبحت فوق ماها تزوف، وأما أصبحت نأصعب ماها. السلام عليكم. وعليكم السلام. أوه فاضل بن عبيد، سلم والدي. السلام لله، ولا ما علموك حيانك؟ اسمح لي الوالد جوهر، ما شفتك. وأبوي كأنا ما أسقط عشان ما تشوفني. اسمح لي شوية مستعجل، وإذا ما تآمرني شيء بترخص عنك. ايه باكر وانت رايح المال جيب لي حليب. ان شاء الله ان شاء الله، ولا يهمك. مع السلامة. بابا حليب ما ادري مو شايفني قدامه تو وبيطيح. سلامات فاضل. هذه حبات حبابوت هذي. السلام عليكم جدي. وعليكم السلام. خلصت المراجعة؟ عند ثريا رحمة؟ ايوه جدي. جزاك الله الف خير يا ثريا، انت بنت اصيلة ما مثل ذيك الهند اللي عندنا. جدي امي راسلت لك العصيدة. وليش امي اشتعبت حالها؟ انا كنت اتمازح معها يوم كنت ذيك المرة، عيلتنا كلها انا واخواني، وهذا العصا راح توكل من ظهوركم اذا مسيتوها. غيبي دخلي دخلي وحطيها عند فراشي. ما أصبحت فوق ماها تزوف، وما أصبحت نأصحب ماها. ما يدي يقول لك؟ سمعت سمعت. ها ايش سويتي بالمذاكرة؟ يعني زين، ما في شي صعب. أباك تشدي حيلك وتجيبي مجموع زين. أكيد أكيد. ما بغيت أقول الشي. الشيمة الشيمة كان في الشيمة، لا تطلبي شي، ترى هند شوية وبتلت في شعارة من كثر الطلبات بتطلبوهن. أنا الوحيدة اللي تسمعين ذا الكلام، أما أخواني. أخوانك وأخواتك صغار، وصراحة ما أقدر على صراخهم، أما أنتي رحمة كبيرة. زين تسمعيني بالأول؟ تكلميني وكأني صغيرة ما أفهم. أكلمك لأني بمثابة أختك، وبعدين نحن متربين وعايشين ومشتغلين مع بعض. ثريا إحنا نعتبر أصغر من أولادها هذا إذا كانت تزوجت من وقت. ما يصير إنه إحنا نتصرف ونلبس ونتكلم مثلها وكأننا في عمرها؟ طيب ليش ما نفكر بعقل مثل تفكيرها؟ انت ما تسمعي عن البلاوي اللي تصير من ورا بعض الشباب اللي في البلاك بيري والفيسبوك؟ اللي متحملة ثقل ومصاريف هذه العائلة صدقيني ما في شيء ما تعرفه. ولو سمحت يا ثريا اذا تعزيني لا تجيبي سيرة هذا الموضوع لأي حد. لا الحمد لله، الأمور تمشي معك من الحسن للأحسن. هذا فضل اهتمامك ومراعايتك يا دكتورة. فضل الله، احنا ما فعلنا للواجب. ايش هذا الإحساس الغريب؟
اللي يجيني لما أشوفه. أنا آخر واحد ممكن تنظري له بهذه النظرة من الإعجاب. كل اللي أريده منك الاستمرار في أخذ الأدوية والراحة التامة وعدم الإرهاق. إن شاء الله. ما صحيح انه ولد حلال، الواحد يتمنى يكون عنده ولد مثله. ليش كان يتهرب من نظراتي؟ شوي شوي يا صغيرين لا تعوروا شوي شوي. بعدني ما فهمتك، ايش تريد تقولي؟ قيصر يا راشد ما راضي يرجع البيت. ولدك قيصر، وانا ايش اقدر اسوي لك انا؟ يا راشد لحين ما اخذ على خاطرك لان ما زرناك المستشفى. حاشا لله، انا ما شايف نفس الشيء منكم ابدا. عقب ساعدني على قيصر. تريدين انا اروح ادور علي؟ لا بس حاول تقنعه انه يرجع البيت. أما أنت غريبة، إذا كانت أمه وطول الوقت معك وما قادرة عليه، تريدين أنا أروح أجيبه حالك؟ قيصر زعلان من أبوه وأنا السبب، بس أنت يا راشد إذا وافقت تزوجة ماجدة بيرجع. كيف؟ وإيش دخل ماجدة في الموضوع؟ هو يريدها يا راشد، يريدها على سنة الله ورسوله، إذا كلمني بالتليفون وبلغت أنه بيتزوجها بيرجع. يا حرمة خلي عنك هذا الأسلوب، تعاملي ولدك وبعنا كأنه طفل صغير، لما يزعل تروح تجيبي له اللعبة اللي يريدها. خليه لما يريد يرجع يرجع وحده، وبعدين انتي تتكلمي وكأنه ماجدة خلاص موافقة. وليش؟ معقولة هي ما توافق؟ ما أدري يا عمتي، أنا لحد الحين مستغربة. لازم تدري يا ماجدة، طول عمري كنت أتعامل معك كزميل، وبدون ما أدري بدت الكلافة في التعامل والكلام تختفي، ولما نظرتي لو تغيرت شفت فيه إنسان عزيز وقريب من نفسه. وهو لا تسكتي يا ماجدة، هو كيف يشوفك؟ هو حتى نظرة الزميل لزميلته اللي كانت بيننا اختفت، وكأنه يتهرب من شيء. أنا ما فاهمة تصرفه. ماجدة أنت إيش تعرفي عن الدكتور نواف؟ ما فهمت سؤالي. سؤالي واضح، أنت إيش تعرفي عنه؟ كل اللي أعرفه عنه إنه دكتور. عمتي ما فهمتك، ريحيني. يوم من الأيام ركزتي في اسمه الكامل؟ لو ركزتي أو سألتيه بتحصل الإجابات اللي تشيل عنك حيرتك. أنا برجع البيت. قلب انت منا وانجرى. أكيد إنك تحب الأماكن المرتفعة، ولا ما جفنا لهذا المكان؟ من صغري وأنا عوشن في المكانات العالية، يمكن الوالد الله يرحمه لاحظ هذا الشيء وأصر إنه ما يغير اسمه. ليش؟ هو كان المفروض انه اسمك يتغير؟ في يوم من الايام نعم اسمي كان عند كل واحد من اخواني له معنى مختلف مع انه واحد، واسماءهم وهي متعددة عندي انا لها مع واحد. انت ما تشوف انك غلطت في حقهم؟ كل غلط وله اسبابه يا قيصر، بس صدقني أنا عمري ما كرهت ولا بكرههم مهما صار. لكن ليش أنا أحس إنه الكل يكرهك؟
الكراهية إحساس مغيب ولو أسباب، المهم إنه ما يكون موجه بين الأهل والأقارب. أما الحب يا قيصر، مع إننا ما نعرف أسبابه إلا إنه مفتاح كل القلوب المغلقة. الحب هو اللي يبدل أي كراهية. هاما أنا بخير طمي، أنا مع أعز أصدقائي. خلاص طيب، أوعدك إني راح أرجع اليوم إن شاء الله. مع السلامة. ماجد، توقعتك تناديني عمي ماجد. أعذرني أنا، لا تقول شيء، أنا بس تمنيت أسمعها. المهم أريد أطلب منك طلب واحد. أعرف، ما تريدني أجيب سيرتك قدمها؟ أيوة، والسبب بتعرفه بعدين. الحمد لله كلهم بخير ويسلموا عليك. أيوة، محفوظ وزوجته سعاد. أنا بخير الحمد لله، ومن ترجع تحكم بنفسك. محفوظ؟ أيوة موجود. أهلا بالخير والبركة. أهلا بأخوي الحاج. نعم أسمعك. سمعت إنش رجعت تكلم رضية. أتمنى هالموضوع ما يضايقك. يضايقني؟ لا لا، اللي يريحك يريحني، بس أقول هي بنت أخو. هذا الموضوع يخصني أنا، وأتمنى إنك ما تكوني مثل زوجك. لا لا لا، لا تزعلي، أنا ما صدقت إنش ترضي على محفوظ. أنا رضيت علشان الأولاد، وحنتك علي كل يوم. سامحيني لو زعجتك. ما صار إلا الخير. أنا بروح أشوف الأولاد. أجي سلم عليك. الله يسلمك. وصانا عليك إذا تريدش. طيب قول لي، كم المبلغ اللي قال الحاج أعطيك إياه؟ 15. محفوظ، استغفر الله العظيم، استغفر الله. 14,000. سامحيني نسيت. الحاج ما قال ليش سافر اليابان؟ وتريد تعرف مني؟ لا لا، ما في داعي، ما في داعي. أنا بروح بكتب الشيك. أحيانا يتحسسوني هي والحاج يود الجيران ما أخوه. تعال محفوظ، شداد بعد مسافر اليابان وفي نفس اليوم، ترى إيش السالفة؟ انت ما قلت ان عمتك وعد بتزورنا؟ قلت يا جدي، بس هي ما قالت متى. كيف، مشتاق لها؟ الحقيقه نعم، انا مشتاق لها. هي ديك بنت رفيق عمري سالم بن سعيد، الله يرحمه. انا وياه من اقدم الناس، اشتغلنا في شركه النفط، وعشنا في الصحراء على الحلوه والمره، وما كان بيننا الا ما حرمه الله. وعد طلع عليه في طيبته وكرمه، جزاها الله ألف خير. أنا أريد أكون مثلها، لما أشوفها على ذيك الهيبة أحس مثل الأميرات، لأنش ما شايفة حد. ومن ذا الحد اللي تشبهيه بوعد؟ ما أظن إنه حد كماها، الله يحفظها. بس ما أعرف ليش أحس إنها دايما حزينة وشيلة همها على راسها. لأنها معقدة، عقد عقد متراكمة من سنين يا بنتي. عقدة عقد لسانش عن هذا الكلام. هذا وانت تاكل من خيرها؟ صحيح انيش ناكل الجميل. قوم انزولا من قدامي. استغفر الله، استغفر الله. ما عليه ما عليه، العود ترى بعدهن صغار. كله صغير ويكبر، بس اللي مثل وعد المسكينة كلما كبرت كبر همها معاها. الله يكون في عونها، الله يكون في عونها. بس عاد الحين كيف راضي شيبتنا؟
غيبي من حياتي وروح أدبي هذيك اللي معك. ما علي العود، هدي عشان صحتك. يلا يا صغارين بس كم لعب، تعالوا.